حديد. احمد حديد الى اقصى اليسار في فرصه لصالح الاتحاد، ملعوبه عرضيه، الله جول، الله، الراشد يرشد الاتحاديين للتعادل، الراشد يرشد الاتحاديين ويدل الاتحاديين على طريق الافراح، على طريق التعادل. الله الله يا محمد، الله يا الراشد، الراشد شخصية قوية. شوف مرة ثانية، النصر لا يمكن أن يفوز على الاتحاد، والاتحاد قد أعد له رأس النووية، والراشد يحط كرة بالجول، هدف ثالث، هدف التعادل. قوية رأسية من محمد الراشد، يسجل فيها التعادل للاتحاد، يسجل فيها الهدف التعادل لمصلحة الاتحاد. السحر عند نايف فزازي بالكرات الرأسية، هذا اليوم وفي هذا المساء هو